مرحبا بكم، ان شاء الله تكون بخير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، فيديو روتين عادي معنا تاع الفطور. دونك باش نعملو مع بعضنا اليوم ان شاء الله اليوم حوت مشوي، وبالطبيعة باش نعملو معاها سلطة فورة اخف لي معناها بالطبيعة، خاطر ديجا مطلوبة برشا. دونك حبيت نصور معاكم الروتين اليوم، وباش نعمل معاها بالطبيعة شوية فليت وعندي شوية سلطة مشوية في البريجيدير، وبالطبيعة باش نعمل معهم شوية سلطة خضرا. دونك أول حاجة نبدو نفوق الحوت نتاعنا باش نخلوه يرتاح، ومن بعد نرجع للسلطة نتاعنا. ناخد البول نتاعنا، نحطو زيتنا 3 مغارف كبار، 4 مغارف انتي والحوت اللي عندك. باش نعمل كيما يقولو اليوم، ناخدو عصير قارصة، ومغرفة كبيرة خل، خل أبيض، والفاح نتاعنا باش نعملو مغرفة كبيرة، مش كبيرة، مغرفة قهوة كبيرة معناها، مش مغرفة صغيرة. اشترى مغرفة كبيرة كيما نقولو فلفل أحمر، شوية في راس المغرفة فلفل أكحل، اشترى مغرفة كمون، اشترى مغرفة كبيرة، مغرفة كبيرة مليانة ثوم معصور، وشوية ملح، وشوية نعناع. هذا في احنا اليوم شنو باش نستعمل في الحوت نتاعنا. خلطوا خليط مليان الجنس الكل مع بعضه. اذا عندكم فلفل احمر لو معناها يا حبذا تعملوها كيف يعطيك اللون الخير، انا اللي عندي حار بطبيعة قلتلنا ما لازمهاش تكون حارة. كما قاعدين نشوفوا خليطنا خلط باهي وجالس مع بعضه. باش ناخذوا الحوت نتاعنا كما قاعدين نشوفوا، الحوت نتاعنا حليناها بالباهي باش تشرب الفاحة نتاعها. ناخذوا مغرفة ونحاول نشقوق هذيك من الكل، ندخلوا فيها الفاح. ومن داخل بطبيعة زاد ما ننساش نفوقها. نكمل فوق وخطيتني الكل بنفس الطريقة. نملوهم الشقوق بالقدا بالقدا باش الفتة متاعنا تتفوح بالباهي وتاخذ النكهة متاع الفاحة متاعنا. وبطبيعة ما ننسوش باش نفوقوها من داخل بالباهي. دونك كيما قاعدين نشوفو كملنا فوحنا حكايتنا. توا باش نضيفو لنا فقط الحروف نتاعهم هكا شوية قارص، المرحلة هذي للزينة فقط معناها. إذا حبيت تعملها معناها جوج صغار وقت اللي باش تعملها في الفوق، تزيدها تضيف لها حبيت القارص، طرونشات القارص، سي باش تشويها عادي كيما باش نعملها أنا في المشوية على الغاز. دونك ما تستحقش المرحلة هذي، خاطر احنا ديجا فوحناها بالقارص. تو باش ناخذ نغلفو الحوت نتاعنا، كيما نعرفو الحوت حساس على الآخر، في وصلنا فوحناه وغطيناه باش يرتاح، ما نخلوش لبرا خاطر في ساعة يتبلنا وقتها ويتسمم. دونك باش نحطوه يرتاح نغطوه ونحطوه يرتاح في البريجيدير أقل حاجة ساعة على الأقل، معناها باش ياخذ التتبيلة نتاعو الكل. أنا لهنا مانيش باش نخليه يرتاح برشا للضرورة، خاطرني مضروبة مبقاش وقت على الغداء. دونك نرتحو فقط لطاني نكمل نحضر السلاطة ونخرجو نمشيو مع بعض. وتوا باش نبدو نعملو في السلاطة نتاعنا حتى لين يرتاح الحوت نتاعنا. باش ناخدو مقولة صغيرة نحطو فيها ماء، وباش نحطو الخضرة نتاعنا الكل، ويحب ذا البصل هو اللي يكون ملوطة خاطر
جيسي اكثر من الخضره الاخرى، ياخذ لنا وقت في الطياب. لان حطينا البصل بتاعنا وتوا باش نحطوا الفلفل، حط الفلفل اكسى معنا زاد من الطماطم، وماذا بينا يتيبوا كل فرد وقت ما نغطوشهم على بعض. وتوا نعمل فرشه طماطم ونرش عليها حبه حبات الثوم. هكا كملنا حضرنا سلايطتنا، نغطوها باش الهواء ما يخرجش لبرا، البخار هذاك ما يخرجش لبرا ويطيب لنا كيس على السلطه نتاعنا. نحطوها على الغاز ونرجع بعد نوريكم. توا باش ناخذ كعبات الثوم نتاعنا باش نحطو بالطبيعة الشوايه نتاعنا تسخن، صحنا بالدقيق ولا نحطو فيها الحوت. توا كما قاعدين نشوفو الشوايه نتاعنا سخنت بالدقيق باهي، باش ناخذو الحوطات نتاعنا نعاودو نمشو عليهم الصوص. نكمل نحط الحوطات، حطينا الحوطات يتشو ولهنا نشوهم على نار هادية، يعني ما نقوش النار باش يطيبوا لنا من الباهي ويعطونا لون مزيان ويتحلوا لنا. ديجا نحنا حطينا فيهم الخل، الخل كيما نعرفوا يهري معناها يطيب، يساعد حاجة باش تطيب بالبدا بالبدا. دونك ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم التتبيلة. وما ننساش نفكركم معايا كيف العادة، اللي مازال مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس باش توصلكم كل وصفاتنا، ودعمونا باللايك زيادة. وميرسي وبسلامة وتصبحوا على خير.